إذن للوقوف عند استمرار الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والفشل في الوصول إلى حلول تنهي حالة الانسداد التي تعيشها العملية السياسية، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن صباح المختار. أستاذ صباح، مرحبا بكم. يعني بعد أن فشل التحالف الثلاثي الذي كان يضم الحلبوسي ومقتدى الصدر ومسعود البرزاني، هل بات مقتدى الصدر وحده في ساحته أستاذ صباح؟ أن الخطأ دائما هو تصورنا أن هناك عملية سياسية في العراق، وأن مقتدى الصدر يمثل حركة سياسية. مقتدى الصدر رجل يدعي أنه هو رجل دين، وهو ليس مؤهلا لا وفق الشريعة ولا حتى وفق المذهب الجعفري. مقتدى الصدر ليس لديه تنظيم سياسي، هو شاب له آراء وعنده أفكار ويغير رأيه صعودا ونزولا، وبالتالي هذا ليس عملا سياسيا، هذه إرادة شخصية لشخص واحد. وبالتالي موضوع التحالف، حتى حينما تتحدث عن الحلبوسي، الحلبوسي من هو؟ ما هو الحزب الذي يمثله؟ الأكراد لديهم حزبين معروفين، بالجانب ما يسمى بالجانب السني أو الأشخاص الذين يدعون أنفسهم بتمثيل السنة، ليس لأي منهم أي تنظيم سياسي من أي نوع كان. وبالنسبة إلى الحركة الشيعية، إذا أردنا أن نأخذ الفصائل على أساس الطائفة، مقتدى الصدر ليس حزبا سياسيا، مقتدى الصدر رجل يأمر الناس بالخروج فيخرجوا، ويأمر الناس بالاستقالة، يأمر البرلمانيين بالاستقالة من البرلمان ويستقيلون. ولكن أستاذ صباح، الكاظمي يقول إن مقتدى الصدر أخطأ في قرار الانسحاب من البرلمان. لو بقي الصدر كيف ستكون الأمور؟ يعني لو باقي في البرلمان كيف هي توقعاتكم؟ ما الذي سيحدث؟ لا شك أن الصدر أخطأ في دعوة نوابه للاستقالة، لأنه ترك المجال للجانب الآخر. هذا من ناحية. من الناحية الثانية، حينما دعا إلى الاستقالة والانسحاب كان نتيجة لعدم قدرته على تشكيل الحكومة، لكن فرضنا أنه هو استطاع تشكيل الحكومة. مقتدى الصدر لا يريد تشكيل حكومة وطنية عراقية، يريد تشكيل حكومة صدرية شيعية لحكم العراق، وهذا ما لا يوافق عليه بقية الشيعة ولا الأكراد ولا السنة ولا الشعب العراقي بصورة عامة. يعني ليس هناك أي تغيير كان سيحصل لو بقي في السلطة. أستاذ صباح، مع انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت رفض استقالة الحلبوسي وأيضا انتخاب نائب رئيس البرلمان بديلا عن ممثل الصدر، هل بقي للتيار الصدري مكان في الحكومة المنتظرة؟ هل ربما يعود إلى السلطة مقتدى الصدر وجماعته؟ مقتدى الصدر القوة التي لديه أنه يستطيع تحريك مدينة الصدر، ومدينة الصدر هي الكم الكبير من البشر في بغداد العاصمة. دائما حينما تستطيع جهة ما، بغض النظر عن اتجاهها سواء كان الفكري أو السياسي أو الطائفي أو أي شيء، من يسيطر على الشارع في العاصمة يستطيع أن يفعل الكثير، على الأقل يستطيع تقييد حركة الآخرين. هذا هو الموقف الذي يعاني منه العراق بالنسبة إلى مقتدى الصدر. ولكن أستاذ صباح، المالكي دعا مقتدى الصدر إلى الاستماع إلى برنامج محمد إشاع السوداني، ما يعني أو المفهوم من هذه المقدمة أن السوداني أصبح رئيس حكومة مفروض على مقتدى الصدر وعلى التيار الصدري، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا أعتقد هذا مبالغ فيه. أولا إشاع لا يستطيع أن يكون رئيس وزراء إلا بعد أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية، والأكراد لا يزالون لديهم مرشحين، لا يوجد رئيس جمهورية، وبالتالي حينما لا يكون هناك رئيس جمهورية لا يكون هناك رئيس وزراء. وحينما يتحدث المالكي بالرغم من الأموال الهائلة التي أخذها ليس لديه في الشارع أي تأثير. نصف مجموعة مقتدى الصدر يستطيعون أن يفتكوا بالمالكي وجماعته. المالكي يتحدث ويتحدث عن السوداني، ولكن لا المالكي له أهمية في الوقت الحاضر باستثناء كونه عنصر مؤخر ومعطل، لأنه
هو وجماعته هذا القيس الخزعلي و نعم هادي العامري. هادي نعم. العامري منعوا ضغط صدر من تشكيل الحكومة. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في إفادتها أمام مجلس الأمن قالت إن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة أو التي شهدتها التظاهرات في العراق قالت بأنها تظهر هشاشة الأوضاع الأمنية. هل هناك توقع دولي بعودة الفوضى في العراق؟ هذا ما نفهمه من تصريح بلاسخارت. أستاذ صباح، بلاسخارت تقدم تقرير ما تعتقده. نعم. أعتقد أن اعتقادها هو صحيح. في الوقت الحاضر لا يوجد أمن في العراق من أي نوع من لا أمن في شمال العراق في الأكراد، إيران تضرب من جهة وتركيا من جهة، ولا في داخل العراق، لا بين الأطراف المتخاصمة ولا حتى الأطراف من نفس الطائفة، مثل إذا تأخذ المالكي ومقتدى الصدر، وكنا نذكر قبل كم أسبوع لما احتل مقتدى الصدر المنطقة الخضراء. نعم. وجمهور المالكي احتلوا المنطقة بالخارج، وكادت أن تحصل اصطدامات هائلة لولا تدخل إيران على ما أظن أو على ما أعتقد بعض المراقبين. فبالنسبة لتقرير بلاسخارت هو دقيق في هذا الأمر، ولكنه توصيفي ولا يضع حلا، واردا أن يتدخل العالم في حل مشكلة العراقيين. العراقيين مشكلتهم بينهم ويجب أن يحلوها، ولكن مع الأسف المسيطرين على الأوضاع سواء كان مقتدى الصدر ولا الإطار ولا غيره. نعم. لا يهم العراق ولا يهم المصلحة الوطنية بقدر المصالح الشخصية. عبر سكاي من بريطانيا رئيس جمعية المحامين العرب في لندن صباح المختار، شكرا جزيلا لكم.